كابتن سيد معوض الفترة اللي فاتت كان أثير كلام كتير، عمر سيد معوض جدد ما جددش، كل الأمور الحمد لله دلوقتي على ما يرام. الحمد لله عمر مجدد ومضى في النادي والنادي هو اللي حدد كل حاجة، عدد السنين كويس. والمقابل وكل حاجة. يعني أول ما وليد سليمان وشوقي جولنا طبعا بالاتفاق مع الكابتن محمود الخطيب خلال المكالمة التليفونية كل حاجة خلصت أسامة في ثانية، وأنت كنت جزء من الموضوع برضه خلي بالك، فيعني أنت عارف كل حاجة، فالأمور سهلة. يعني الناس كانت مصعبة الموضوع، إنما لا يعني بيتنا وده المكان بتاعنا، وما يكون حد له فضل عليك بعد ربنا احنا ما انت النهارده قبل المكالمه دي يا اسامه واحنا بنتكلم الصبح مع بعض قلت لي هو ابن البرنامج ده، حقيقة. يعني البرنامج بتاعنا هو اللي طلعه، فانت اما تقول لي كده يعني اي حد له فضل علينا بعد ربنا احنا بنشيله فوق دماغنا، انت فاهم؟ فما بالك النادي اللي انت عمل اسمك وخلاك خلى الناس تعرفك وخلاك تبقى موجود، فاكيد عمرنا ما هنعمل حاجه من ورا النادي، وعمرنا ما يكون نيتنا وحشه للنادي او لحد في النادي ابدا. يعني ده بيته وهو ابن النادي الاهلي، وخلي بالك اول بطوله لعبها عمر سيد معوض لما كانت في الامارات واستضفناه في برنامج الاشبال، وما شاء الله في البطوله دي تالق ويعني وكان فارق مع النادي الاهلي بشكل كبير. اه طبعا انا بقول لك يعني انت فعلا الكلمه اللي قلتها لي هو اول مكان ظهر فيه هو قناه النادي والبرنامج بتاعك، ف يعني دي حاجه تشرفنا يعني. اتمنى له ان شاء الله العوده سريعا يا كابتن سيد.